طيب باشمهندس فرج، يعني طفرات كتيره جدا وكبيره جدا بتحصل في نادي سموحه خلال 20 سنه، ولكن خلينا نقول او نتكلم عن افضل حاجه اتعملت خلال ال4 سنين الاخيره من وجهه نظر حضرتك. احسن حاجه نادي سموحه العالمين اللي هيتعمل والمشروع اللي بيتعمل اللي هو اسمه سانتوريني اللي هو المدينه السكنيه اللي هتتعمل في العالمين. انا بعتقد ان ده حاجه ما اتعملتش في تاريخ الانديه الرياضيه. ايوه. وده فكر جديد جبار ونقله كبيره قوي، ولسه الناس مش حاسه ده قيمته قد ايه. مش حاسه ده قيمته قد ايه. ايوه. والعمل اللي فيه ده قد ايه. لان ده بيتعمل نادي. اول حاجه حضرتك احنا لما جينا العالمين اللي هي الساحل الشمالي. طبعا. أوكي. اول حاجه احنا اول نادي نروح هناك، واحنا عاملين نادي حديث جدا ومتطور بشكل كبير قوي. بداتوا فيه يا فندم؟ خلاص احنا طبعا انت عارف الاجراءات والتراخيص والحاجات دي. يعني طب وان كانت الدوله بتساعدنا. لكن يعني انت انا خلصت القرار الوزاري وعملت خلصت البيئه وخلصت موافقه الاطفاء والحريق، وانا فاضل لي المجمعه العشريه في خلال اسبوع 10 ايام، بعد كده الرخصه خلال 3 4 اسابيع. لكن احنا تعاقدنا خلاص مع 4 شركات هتبدا المدينه الاول، وبعد كده في خلال شهر او شهرين هيتبنى النادي. بس النادي ده مش هيكلف اعضاء نادي سموحه جنيه واحد. ازاي يا فندم؟ هقول لحضرتك النادي ده لما جينا احنا نعمله هو له قصه كبيره يعني. ملخصها ان احنا كنا بنسعى ان احنا ناخد ارض او نادي نعمله في العالمين، والموضوع ده قعد 3 سنين انا اجري وراه. وبعدين لغايه لما فوجئت ان في يوم من الايام الدكتور عاصم الجزار، شخصيه جميله طبعا طبعا، بعت لي جواب، وبعدين كلمته في التليفون ورحب جدا وقال لي احنا ممكن يعني نتعاون في هذا المجال. وبعدين رحت قابلته وحصل كلام وحوار، ففاجئني ان هو قال احنا عايزين نعمل نادي على مستوى عالي جدا في هذا المكان. وقال لي دي توجهات رئاسيه. أوكي. ان يتعمل نادي في هذا المكان. واحنا عايزين نعمل نادي على مستوى عالي جدا في هذا المكان، واحنا سعينا ان احنا نعمل هذا النادي، ولكن احنا ايه ما حصلش يعني نصيب، لكن هو الوزير قال انا عارف ان انت هتقدر تعمل كده، وعارف من التجارب السابقه اللي انت عملتها في نادي سموحه ان انت هتقدر تعمل كده. فكانت المشكله طبعا انا طبعا يعني دايما بحب التحديات وبحب الصعاب. كانت المشكله الكبيره قوي ان ما اعمل النادي هجيب الفلوس دي منين بالظبط، خدت بالك؟ زائد ان انا بقى طبعا سالت على ثمن الارض في ذلك الوقت، فطبعا كنت فكري ان الارض النادي، او سمعت من الناس في العالمين ان ممكن تكون ب 500 جنيه للنادي وب 1000 جنيه للاسكان. فالمهم طلبت مهله من سياده الوزير، وعملنا تصميمات كتيره، مش واحد ولا اثنين، حوالي 16 تصميم، وتعرضوا على دكتور وليد اللي ماسك التخطيط بتعليمات من الوزير، وطبعا الوزير بيتابع كل هذا الكلام طبعا. ووقع الاختيار على تصميم عالمي عامله الدكتور عمرو الشريف، ومعاه مكتب من اكبر مكاتب الخبره في العالم في المانيا، حاجه تحفه تحف. نادي وبتحتضنه مدينه. لان وفكرنا قلنا ان المدينه دي هي اللي هتمول النادي ده. وبدانا بقى رحله ان احنا ازاي نحصل على هذه الموافقات، وبعدين اكتشفنا ان مفيش حاجه اسمها اتحاد ملاك. والدوله بتتعامل مع شركات. فكان تحدي اكبر، وانا اللي تصديت لهذه الشركه، وانا اللي تحملت هذه المسؤوليه. وانا اللي عملت الشركه. ايوه. والشركه هي اللي بتدفع ثمن النادي. يعني هي دافعه لغايه دلوقتي 105 مليون جنيه من ثمن النادي. اوكي. وهتكمل الارض ثمنها 450 مليون جنيه. وعملت المشروع ان نصه اللي اعضاء النادي ياخدوه بالسعر الحقيقي والتكلفه الحقيقيه، والنص الثاني استثماري، ومن الاستثماري ده نشتري ثمن الارض. أيوة. النادي ونبني اضافات من النادي. اوكي. فدي فكره يعني ايه حديثه جدا ومتطوره جدا، وانا على مشارف التنفيذ خلاص. يعني في خلال 4 اسابيع انا تعاقدت اصلا خلاص على جزء كبير انشاء المدينه. لسه النادي ما تعاقدناش على انشائه، لكن وطلع بقى قرار وزاري مكتوب فيه ان المدينه تتعمل في 5 سنين، وان النادي يتعمل في 4 سنين، والنادي يتبنى على 5% من المساحه واقصى ارتفاع ارضي ودور،
وعملنا التصميمات كلها، وان المدينه يكون تتبنى على 14% فقط، ومدينه من الجيل الرابع، وبقى مدينه ذكيه ونادي ذكي جدا. فاحدث تكنولوجي في العالم هتتعمل في النادي وهتتعمل في المدينه، وهتتبنى باحدث طرق بناء عالميه. وبعدين بقى غير كده ان الدوله مختاره لنا موقع مميز جدا قدام الاكاديميه، بينا وبينها 250، الابراج الصينيه هتيجي جنب حوالين برج العرب، والبرج الايقوني هيكون قدامنا ورانا جامعه السربون، موقع مميز جدا جدا جدا. وطبعا كل ده تحت نظر الدوله، تحت طبعا الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه راجعت الرسومات بالكامل وشافتها كلها ورفعت تقارير للرئاسيه. طبعا اي ما فيش يعني مسمار بيتعمل في العالمين او في العاصمه الا طبعا كل حاجه السيد الرئيس بيشوفها تفصيليا تفصيليا. وطبعا وزاره الاسكان برضو عملت درست دراسه متانيه جدا، ده مشروع ضخم جدا، مشروع عملاق. وانت عارف بقى حضرتك حتى عشان تاخد الطرق، مناسيب الطرق، مش عارف ايه، كل حاجه لازم ترجع لايه؟ للوزاره، ولازم ترجع لكذا، ولازم ترجع. فطبعا اجراءات صعبه جدا، لكن اللي بيتعمل في سنتين عملوه معانا في 6 شهور. لان طبعا الناس مستعجله جدا جدا، لكن زي ما سيادتك عارف ان في اجراءات لا يمكن ان تتخطاها، ولا يمكن ان انت تشتغل من غيرها، حتى موافقه البيئه، موافقه الطيران، موافقه اللي هو المرافق، السلامه والصحه المهنيه، مش عارف كتير، برنامج العمل، الشركات اللي هتعمل مراجعه، كل التفاصيل التفاصيل التفاصيل. فاحنا طبعا شغالين شغل جبار في هذا المشروع، اللي اعتقد ان ده هيكون يعني حاجه يعني ملهاش وصف. طبعا احنا عملنا نادي سموحه يعني معلش بدأ قبل ما حضرتك تكمل بس في النقطه دي، هل ده هيبقى فرع تاني يعني تالت انا اسف لنادي سموحه؟ لا طبعا هيبقى اسمه نادي سموحه. هيبقى اسمه نادي سموحه طبعا. اوكي. وهيتكلف يعني حوالي 2 مليار جنيه. واللي عضو مش هيدفع ولا مليم فيه. ولا حاجه. وهيبقى عضو فيه. وهيبقى فيه عضوات له لوحدها. وده تالت فرع، يعني احنا عندنا قبل كده 210 فدان في برج العرب. وبرده دي كانت ارضي انا. برضه وتنازلت عن النادي سموحه تاني يوم. كانت ارضي اللي هي برج العرب. وخلصتوا فيه جزء كبير، بنينا فيها جزء كبير قوي. وبعدين ايام بقى ما جه الزفت الاخوان دول خرب بيتهم، استولوا على النادي، طلعوا قرار بهده ولغوه. وطبعا اهالي برج العرب يعني وقفوا معايا، واستطعنا ان احنا نحميه من الهد. ودخلنا بقى في محكمه، قعدنا 10 سنين. 10 سنين، تصور سيادتك، عندنا قعدنا 10 سنين نقاتل على عوده النادي، ولا نعلم اذا كان هيعود او لا يعود. وانا شخصيا عندي امل ابعت جنينيه من مصانعي، وعمال من مصانعي ينطوا على السور يعملوا الصيانه. 10 سنين وعندي الامل، شوف قد ايه، وكان عندي الامل ان في يوما ما لازم النادي ده هيرجع. وكانت الدنيا سودة بشكل لا يمكن تتخيله. لان الحكومه بقى قالت ايه، انت عايز الارض دي هتدفع 965 جنيه للمتر. وانا لما خدت العقد اول مره بتعليمات من الرئيس الاسبق الرئيس حسني مبارك، من الوزير احمد المغربي ربنا يديله الصحه ويكرمه، كانت ب 10 جنيه. اوكي. شوف بقى بقول لسيادتك قد ايه، يعني كان النادي كله ب 8 مليون جنيه. وبعد كده بقى بعد 10 سنين اتحكم لنا ب 60 جنيه المتر. اوكي. فدفعت ال 50 جنيه الفرق. مش انا بقى. النادي. مش يعني انا اقصد النادي. دفعنا الفرق ده. بعنا محمود عبد العزيز للزمالك ودفعنا الفلوس وكملنا باقساط فاضل فيها قسطين. انا بحكي لسيادتك التاريخ. وهو مبني عليه ب 100 مليون، لكن برضو عندنا مشروعات جامده جدا هنبنيها هناك. الايام الجايه احنا تعطلنا، كان من ضمنها حمام 7 5 فدادين وعليه كوتج كده، والعضو يقضي يوم كامل هناك. حاجات ضخمه جدا، حاجات جباره، حاجات ما فيش العفو طبعا. لا انا مش هتكلم الاهلي ده دوله. يعني الاهلي ده دوله، انا لا احنا يعني، لكن ما حدش فكر في الكلام ده ابدا. يعني انا قعدت 20 سنه، قعدت 100 سنه، بس ما ضيعتش يوم. انا حطيت يعني خليت النادي بقى عنده ثروات كبيره جدا. بقى النادي عنده امكانيات كبيره جدا. خدت بالك؟ النادي تقدم تقدم رهيب. مين كان يصدق ان يبقى عنده 3 فروع اسمها موسوعه جينيس، تاخده اكبر نادي في العالم. في العالم.
تبص تلاقي رئيس بورتو بيتكلم علينا، رئيس نادي في البرازيل بيتكلم علينا واحنا ما نعرفهمش. أيوه. تلاقي مكتبه الكونجرس كاتبه على سموحه دكتور عبد المنعم مره لما راح ظهر مكتبه الكونجرس مكتوب، تلاقي جامعه ميلانو تبعت 22 واحد يعملوا دكتوراه يدرسوا تاثير الهندسه المدنيه والعماره على الرياضه. فيعني حاجات كتيره جدا اتعملت.